الذين تعودوا أن يتبعوهم على الضلالة ولا يسمعوا منهم من أي مذهب، ولا يسمعوا عن قداسات أسرهم ودجلهم عبر التاريخ من أي مذهب كان، ليس من التشيع وحده إلا المستحمرون عبر التاريخ، إلا المستحمرون عبر التاريخ. ولذلك انظر يا أخي الكريم، أنت وغيرك من المشاهدين في التاريخ كله، كل التاريخ، فرد يوم أن كانت هناك فتنة إلا ويكون لهم حضور فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. أسرة فتنة يا أخي، سلالة فتنة ودجل قد عرفهم الخاص والعام. ما اشتعل الحريق في اليمن، في العراق، في سوريا إلا بسببهم، وفي لبنان إلا بسببهم وبسبب كربلائياتهم. يا أخي هؤلاء إذا لم يجدوا من يضربهم ضربوا أنفسهم في يوم كربلاء. ما تفعل في قوم أصبحوا يمزجون عقيدتهم بالدمويات، إن لم يجروا دماء الآخرين أجروا دماء أطفالهم وأنفسهم وضربوا ظهورهم بالسيوف والسلاسل. هؤلاء قوم يعني هم عبارة عن فتنة، هم عبارة عن تدمير، هم عبارة. لذلك حتى المؤسسات العالمية والدوائر العالمية المعادية لأمة العرب وأمة الإسلام تدعمهم أصلا لكي تنمذج صورتهم النمطية أمام جماهيرها وتحذرهم من الإسلام، ويقول هذا هو الإسلام. عندما تصور لهم المطبرين، أي الذين يضربون صدورهم وظهورهم ويضربون رؤوس أطفالهم الرضع بالموس، هناك في العالم الغربي والشرقي هؤلاء يعطون حصانة ضد انتشار رسالة الإسلام، أن هذا هو الإسلام إذا كنتم تريدون أن تدخلوا الإسلام. صورة يعني وقحة وقبيحة، وكلها هذه الدناءة التي يجرونها من أجل تحقيد أقليتهم على عموم أمة الإسلام لإراقة دمائهم فقط.